قصة النفر الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار، فماذا حصل لهم في الغار؟ وماذا دعا كل شخص منهم؟ وما هي الخبيئة التي كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ والأشياء التي فعلوها من أجل الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ثلاثة أشخاص كانوا يمشون في طريقهم، فعندما حان الليل اضطروا أن يدخلوا إلى غار وأن يبيتوا في هذا الغار حتى يحين الصباح. فدخلوا إلى الغار وبعد ذلك نزل المطر وأتت رياح قوية، فتدحرج حجر كبير وسد باب الغار، فحاولوا أن يدفعوا هذا الحجر فلم يستطيعوا. فقال أحدهم: لن ينجيكم الآن إلا أعمالكم الصالحة، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالكم الصالحة التي عملتموها من أجل الله وحده. فقام الأول وقال: يا رب، الآن كل شخص يتحدث عن خبيئة وسر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فقال الأول: إنه كان لي والدان لا أقدم عليهما أحدا، وهذا الرجل كان راعي غنم، وكان يأتي في الليل بعد أن يرعى الغنم يأتي بحليب لوالديه فيشرب والداه ثم يعطي زوجته وأولاده. فيوم من الأيام تأخر، فعندما عاد إلى بيته وجد أن والديه ناموا، فجلس عند قدميهما، وقف عند قدميهما، وكانوا أولاده عنده وزوجته يريدون أن يشربوا لكن لم يقدم على والديه، إلى أن استيقظوا من النوم في الصباح فأعطاهم الحليب فشربوا ثم شرب أولاده. فقال: يا رب، إن ابتغيت بعملي هذا وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم شيء يسير لكن ما يستطيعون الخروج. فقام الثاني وقال: يا رب، إنه كانت لدي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا، قلبه متعلق بنت عمه، فطلبتها لنفسي، راودتها عن نفسها فامتنعت، يعني قال لها: أريد أن أفعل بك الفاحشة، لكنها رفضت. ويوم من الأيام احتاجت له، احتاجت إلى أموال، فأتت إليه وطلبت منه مالا، فقال لها: ما أعطيك المال إلا أن تخلي لي نفسك وأفعل معك الفاحشة. فوافقت. فعندما كان منها كما يكون الرجل من امرأته، أي الزوج من زوجته، وكان بين شعبها الأربع، قالت له كلمة عظيمة، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فيقول الرجل: تركت لها المال وقمت وخرجت، يا رب، إن ابتغيت بعملي هذا وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم لكن ما يستطيعون الخروج. فقام الثالث، والثالث كان تاجر، قال: يا رب، إنه كان عندي عمال، فعندما انتهوا من العمل أعطيت كل واحد أجرته إلا شخص منهم لم يأتي لكي يأخذ الأجرة ويأخذ ماله، فنميت له ماله، اشتريت فيهم بقر وإبل وغنم، حتى أصبح بين جبلين، وادي بين جبلين، إبل وبقر وغنم، وأيضا ماله زاد، أصبح هناك ذهب وفضة وأموال له ودنانير. وأتى بعد فترة، بعد مدة، يمكن سنة سنتين، أتى له هذا الأجير فقال له: يا فلان، أعطني حقي، أنا اشتغلت عندك، أعطيني مالي. فقال له: هذا هو مالك، ما بين جبلين وفضة وذهب وأموال. يعني هذا الرجل مثلا كان له 1000 دينار، رجع لقى 1000000 استثمار وأموال كثيرة، لأن الرجل تاجر يعرف كيف يستثمر. قال: أتهزأ بي؟ يعني تتخوث علي أنت؟ قال: لا والله، هذه لك. فيقول: أخذها كلها ولم يترك شيئا، أخذها كلها وساقها. فقال: يا رب، إن ابتغيت بعملي هذا وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. تأمل أخي الكريم وأختي الفاضلة، تخيل لو كنت أنت الرابح، ما هي الخبيئة التي بينك وبين الله؟ اجعل سر
بينك وبين الله لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسعدكم، ونسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات، وأن يجعل قلوبنا خاشعة، وأن يجعلنا من المتقين.